اللي وقع سيدي هو أنه اليوم الجمع عام عادي لهذه الجمعية الفتية، والحمد لله قدمنا فيه اليوم التقرير الأدبي والمالي، وذكرنا على مجموعة ما تم إنجازه وما نطمح أن يتم في المستقبل إن شاء الله. صحيح عندنا إكراهات، لأن المواطن الأدوزي حاليا لا يميز بين ما هو دور الجمعية وما هو دور الجماعة، هذا هو العائق، ومن حقهم أن يتساءلوا مثل هذه الأسئلة. ولكن الحمد لله تعدت الجمعية ما هو تنموي المخول له، ألا وهو الماء الصالح للشرب. الحمد لله طيلة هذه المدة لم يكن عندنا خصاص، بل الصهريج الجديد اللي تم إنجازه وتم افتتاحه ويعد من أكبر الصهاريج في إقليم شتوكا أيتباها، للطاقة الاستيعابية دياله 120 متر مكعب. والحمد لله لا التقرير الأدب والمالي خير معبر، هو الإجماع، التصويت الذي تم عليه الإجماع، والرصيد 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 المادي اللي خلينا لهم. ما علي إلا أن أشكر الحضور الكريم وأشكركم بدوركم. الموقع أشواق، وكنتمنى للمجلس اللي غادي يجي من بعدي كل التوفيق، وأنا سأكون بما أنني ابن أدوز فلن أبخل على دوار أدوز أسعود بكل ما أوتيت من قوة ومن حكمة، والحمد لله نستشرف المستقبل بكل تفاؤل وبكل خير. اليوم حضرنا اشغال الجمع العام العادي لجمعيه السلام بأدوز سعود. الحمد لله اليوم داز الجمع العام بكل مسؤوليه، كانوا ناس ناقشوا بكل ادب وكل غيره، وكيناقشوا المسائل اللي خاصها الدار في أدوز سعود. هناك مسائل كتعلق بالجمعيه، وكان المسائل كتعلق بالمؤسسات ديال الاولى وعلى راسها جامعة الصفا والمجلس الاقليمي ومجلس الجهه. بهذه المناسبه كندعو الجميع للتعاون وتضافر الجهود من اجل مصلحه هذا الدوار ان شاء الله. والسلام عليكم.